احنا حكومتنا بشكل عام رفعت شعار الخدمات، وهذا الشعار ترجمناه الى سلوك عملي، هذا الارتياح التفاؤل عند المواطنين، لانه شافوا هذه الشعارات صارت سلوك، وهو هذا اللي يبني الثقة، لانه احنا في معركة كيف نبني الثقة مع المواطنين، خصوصا بعد انه كثير من الوعود والعهود والشعارات التي لم تترجم الى واقع. فهذا شيء مهم ان تبدا الحكومه المحليه وهي لديها رؤيه واضحه ما هي اولويات المحافظه. انا بالتاكيد يمكن اولوياتكم مو بعيده عن اولويات الحكومه الاتحاديه، الخدمات، توفير فرص العمل، نسب الفقر كيف نعالجها من خلال برامج الدوله، ثم نذهب إلى إصلاح الواقع الاقتصادي. ودائما ما أكرر في كل مناسبة، هذه المحافظة لديها من المقومات والموارد والموقع الجغرافي يمكنها تكون مكان اقتصادي ليس فقط لأبناء المحافظة وإنما للعراق بصراحة. كل المقومات النهوض كمدينة مؤثرة فاعلة اقتصادية موجودة في نينوى، وهذا يحتم علينا أن ندعم القطاع الخاص دعم حقيقي، وأن نحتضنه وأن نضمن حمايته من كل أشكال الابتزاز والاستثمار التي قد تكون باستغلال من هنا أو هناك. القطاع الخاص يريد ضمان بعمله وبواجباته. نجاحنا، أساس نجاحنا، خلينا نتفق على المبدأ العام، هو هذا البرنامج الحكومي وبرامج الحكومات المحلية ينفذ كما خطط له ما دام وفق الدستور وفق القانون، خصوصا وأننا نشترك جميعا في تقديم مصلحة المواطن النازح والموجود هنا. هذه رسالة لأهالي سنجار، أننا مستعدون جاهزون للبدء بحملة إعمار واسعة تأخذ بنظر الاعتبار كل المشاكل الخدمية ونضع لها الحلول، سواء كان على صعيد التخصيصات المالية أو المعالجات اللي قد تتطلب قرارات من قبل المحافظة أو الحكومة المركزية ووزاراتها حسب مختلف الأنشطة.